قال رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة، قال إن زيارته إلى تركيا فيها رسالة تعبر عن المصالح المشتركة بين البلدين الجارين، لافتا إلى أن العراق يتطلع إلى دور تركي فعال لإعادة إعمار العراق من جديد. شكرا جزيلا لحفاوة الاستقبال منه ومن الزملاء في الحكومة التركية. أنا مسرور جدا أن أأتي إلى أنقرة كرئيس جمهورية العراق وأنقل إلى فخامة الرئيس وإلى الشعب التركي الجار العزيز رسالة واضحة وصريحة بأن العراق مقبل على مرحلة جديدة، مرحلة إعادة الإعمار وتمتين مؤسساته والعودة إلى الساحة الإقليمية لاعبا ومؤثرا من أجل خير المنطقة. وفي هذا المسعى رسالتنا إلى جارتنا العزيزة تركيا رسالة صداقة، رسالة تعاون، ورسالة مصلحة مشتركة في المجالات المختلفة. تفضل فخامة الرئيس بعرض الملفات التي تباحثنا معه ومع الوفد التركي، هي ملفات عديدة، فالعراق وتركيا بلدان جاران تربطنا وشائج اجتماعية ثقافية، وتربطنا مصالح اقتصادية سياسية أمنية بيئية مشتركة. التقيت يوم أمس قبل مجيئي إلى أنقرة مع أخي الدكتور عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الذي حملني رسائل تحية إلى جنابكم وإلى القيادة التركية، التأكيد في العراق على هذه العلاقة، وإن شاء الله بجهودكم وجهود الخيرين القائمين على الأمر العراقي اليوم نستطيع من أجل تمتين هذه العلاقة. سنعمل على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة العراقية التركية قريبا في بغداد، وذلك لحل بعض الاختناقات الموجودة التي تعيق عملية توسيع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. نتطلع إلى دور تركي فاعل في إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق. نتطلع إلى تعاون في المجالات المختلفة في هذا الجانب. يقيناً كما تفضل فخامة الرئيس حول التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، قضية مهمة لنا ونريد أن ندخل في تفاصيل مهمة يمكننا من بناء المنظومة المشتركة لأمننا وهو المطلوب. الكل يجب أن يقر بأن الأمن مشترك، لا يمكن أن يكون جارك في حالة عدم استقرار وتنأى بنفسك عن ذلك. هذا ينطبق على كل الدول في المنطقة، علينا أن نتعاون من أجل تحقيق الأمن المشترك المنشود، وأن لا ندع مجالا لأي من القوى المتطرفة التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا. التعاون والتكاتب بيننا سيكون عاملا مهما. تحدثنا في العديد من القضايا الإقليمية المطروحة على الساحة ومنها قضية سوريا، ضرورة إنهاء هذا النزاع في سوريا وتمكين السوريين من قرارهم المستقل كان قضية محورية وأساسية مهمة. في كل هذه المجالات الدور التركي دور مهم، الدور العراقي الناهض دور مهم، دور جيراننا أيضا دور مهم. سنتعاون مع فخامة الرئيس ومع الحكومة التركية من أجل خلق البيئة الإقليمية التي تمكننا من التعاطي مع مصالحنا المشتركة والإتيان بما هو مطلوب لشعوبنا ولدولنا من استقرار وأمن مشترك، يجب أن نشترك في التعاون من أجله.